خلونا ناخذ القراءة رقم 1. ماذا يفكر الحبيب تجاهك الآن؟ يفكر بالتوازن، يفكر بصلح، يبحث عن صلح أو صلح أو حلول، حلول للرجوع إليك. أوكي، يبغى يتوازن. أنتم من العلاقات الصعبة أو اللي فيها ظروف تمنعكم أنكم توصلون لبعض، أنتم من الظروف يعني من العلاقات الصعبة والمعقدة واللي فيها ظروف يعني شوية متعسرة، يعني مش قادرين أنكم توصلون لبعض بسهولة. يمكن تعانون من مشاكل يعني عائلية، في اختلافات بينكم، مشاكل بين الأهالي، رفض بعض العائلة، أو يعني واحد من عائلتكم رافض العلاقة، يعني نوعا ما أحس في صعوبة بالعلاقة. أوكي، أنا قاعد أشوف أنه يبحث عن حلول، أو يمكن أنه يبحث عن فرصة للرجوع لك بدون أي مشاكل. إذا كان الأهل عندكم مشكلة، الأهالي رافضة رجوعكم أو رافضة أنكم تكونون لبعض، فأنا أشوف أنه يبغى يحل المسألة هذه بطرق سلمية وحلول يعني كاملة. أما بالنسبة للناس اللي ممكن أنها يعني تعاني من بعض الصعوبات بينك وبين الشريك، أو عنده ظروف يعاني منها، ظروف نفسية أو اجتماعية أو أي شيء whatever، يعني مهما كانت الظروف أشوف أنه يبحث عن حلول، يبحث عن رجوع، أو يبحث عن مدخل كده عشان يتكلم معك فيه. أوكي، ينتظر التوقيت الإلهي أنه يتواصل معك. شكر الحلق، قاعد يدعي الله أنه يتواصل معك. شكر الحلق وشكر الحلق وشكر القلب، قاعد يحاول أنه يتواصل معك، قاعد يحاول أنه يتكلم أو أنه يبغى يفضفض، عنده كلام كثير، بس المشكلة أنه ما لقى الوقت المناسب أنه يتواصل فيه معك. أوكي، في توقيت إلهي راح يكون هو التوقيت اللي يتواصل فيك مع الشريك. أوكي، قاعد يشوفك معتنية بنفسك، قاعد يشوفك معتنية بنفسك، معتنية بجمالك، معتنية بأناقتك، قاعد يشوف أنك أنت يمكن أنك طلعتي من هذا السيركل المخيف، طلعتي من النفسية المكويسة، أشوف أنه يعني قاعدة تطلعي، فهمتي؟ فهو يلاحظ هذه الطلعة، يلاحظ هذا التغيير فيك، يلاحظ هذا الأشياء اللي صايرة معك، فأنا أشوف أنه هذا شيء كويس. تمام، قاعد يلاحظ انك بديتي تفكي تعلق، فعشان كذا هذا الشخص يبغى يحاول انه يرجع عشان يذكرك فيه، عشان يقول لك انا صح انه انا طبعي شوي فيه غموض، ما اعبر عن مشاعري، انا انسان افكر فيكي، لكن المشكله مش قادر اطلع لك اللي في خاطري او اقول لك الاشياء اللي في تفكيري، لكن ترى هو يحبك، يفكر فيكي ويراقبك. اشوف في طاقه مراقبه هنا، وقاعد يحاول انه يتوازن اكثر شيء، يبغى يصفي بعض الأمور، بعض المشاكل المادية، بعض المشاكل العائلية. أقول لك علاقتكم مرت بالكثير من الظروف، والظروف هذه صراحة كهربت الجو وخلت العلاقة غير متوازنة، عشان كذا أنا أقول لك أنه يبحث عن التوازن. أوكي، يحاول أنه يبحث عن التوازن عشان لما يرجع لك يكون جاهز، يكون جاهز أنه يتواصل معك. معجب فيكي، أشوف إنه معجب فيكي، أشوف إنه ما فك تعلقه، أشوف إنه معجب بالأشياء اللي قاعدة تقدمينها الفترة هذه. يمكن إنك معتنية بنفسك، مهتمة بحالك، ناجحة في عملك، عندك شيء مشتريتيه جديد، فهو تراه مراقب كل التفاصيل اللي صارت معاكي واللي صارت معاكي وهو بعيد عنك. أوكي، قاعد أشوف إنك تتطوري، يعني حزنتي بس حزنك خذيتيه يعني من محمل الجد، وبديتي تتطوري من حالك، وبديتي تطوري نفسك. يعني أشوف أنه قاعد يشوف امرأة قوية، هو الآن يرى الوجه الآخر من الامرأة القوية، يعني كان يمكن يشوفك إنسانة ضعيفة أو إنسانة يعني شوي كذا فراجيل، يعني سنسيبل، يعني حساسة، لكن الآن يرى الوجه الآخر للمرأة اللي يعرفها، فقاعد يكتشف فيكي شخصية قوية، بالتالي أنه معجب بهذه الشخصية الجديدة اللي يعرفها. يمكن صرتي قوية، صرتي متوازنة، صرتي تتحكمين في أعصابك، صرت في عندك تغييرات، والتغييرات هذه جات لصالحك، والفراق هذا جاء لصالحك انت عشان تكتشفي نفسك الجديدة. اوكي، يمكن للبعض منكم الشخص هذا يعني عانيتم منه رفض او انفصال بشكل يعني متقطع، ثم بشكل يعني بداية علاقتكم فيها on off، ثم صار انقطاع تام، فالانقطاع هذا والرفض هذا سبب لك الكثير من المشاكل النفسية.
اوكي، للبعض منكم حتى صار عندكم حتى مشكله في الجهاز الهضمي، القولون العصبي، صرتم متوترين وعلى اعصابكم مش عارفين ايش تسوون، تحسوا نفسكم ضايعين. لكن الشخص هذا راجع لك، والشخص هذا راجع لك، لكن كانت حصلت معه ظروف عشان كذا ما كلمك، لم يكن جاهز انه يتواصل معك، لم يكن جاهز انه يكلمك، لم يكن جاهز انه يعني العلاقه ليست حلوه وقتها، او نفسيته ما كانت حلوه عشان تكون علاقتكم متوازنه، فهو كان يبحث عن التوازن عشان يوصل لك. اوكي، عشان لما يدق الباب الكبير يكون جاهز، تكون يده مليانه مش فاضي، فهمتي؟ يمكن اتوقع يعني مشاكلكم ماديه او مشاكل الاهل او شيء زي كذا. الصراحه هو الان يراقبك بصمت رهيب، متعلق في الماضي، لم ينسى الماضي ولو لحظه، متعلق بالماضي، متعلق بكل شيء صاير معاكم. اوكي، يمكن ذكريات بينكم، صور، مسجات، شوف انه متعلق بشكل كبير. تمام، انتم الطاقه المشتركه بينكم انه يشعر بتعب وفقد، يشعر بالفقد والتعب بدونك، ويشعر نوعا ما احيانا تصيبك بعض الشكوك انه هذا الشخص قاعد يخونك، او انه الانفصال اللي صار انه عنده واحدة ثانية. نفس الشيء هو يشعر انه يمكن انت صرتي حلويتي كده وصرتي كاشخة، وصرتي اكيد انه انت عندك احد، لكن انت منتظرتي وهو منتظرك، والاثنين تبحثون عن التوازن عشان العلاقة تتوازن، يعني كل شيء مرتبط ببعضها البعض. تمام، شكرا. بالنسبة هنا اشوف الطاقة المشتركة، التعب، الشكوك، والتفكير الزائد عن اللزوم، شكر العين الثالثة، والغضب، زعلانين على بعض، أخذين في خاطر بعض، في نوعا ما سوء فهم بينك وبينه. أوكي، في نفس الوقت مشتاقين للبعض، في شغف هنا جسدي، في شوق حميمي كذا، شيء يعني صراحة مو طبيعي، قاعدين تتذكروا كل الأيام اللي صارت بينكم، فهمتي؟ الأيام الحميمية وكلامكم الحلو أو الأشياء اللي صارت بينكم متذكرينها بشكل كبير، وأنتم الاثنين زي بعض. تمام، خلينا نشوف هل بينكم زواج. هي أنتم أول شيء تقول لك القراءة أنكم تستحقون الحب، العلاقة هذه مستحقين أنكم تتنازلون فيها، مستحقين أنكم يعني تصيبونها وتنجح، ما يعني مش حلو أن العلاقة هذه تنتهي بالفشل. أوكي، كأن تقول لك الكارت انت له وهو لك. طيب، هنا بالنسبه للناس اللي ناويه على الرجوع، انا انصحك ترجعين لصلاتك، تدعين الله، محتاجه الى دعوات، او انك محتاجه نوعا ما الى نذرتي او حاجه، ولكن ما طلعتيها. فنصيحه لك يعني حاولي انك على الاقل تصدقي، طلعي زكاه او طلعي صدقه لوجه الله الكريم عشان تتحقق لك رغبتك في الأمور. أوكي، لأن شوي متعصر عندكم الأمور صراحة. هل بينهم وبينهم زواج؟ طيب، عندك طاقة العين والحسد والمراقبة، وهذا الشيء أثر على علاقتكم. كانت علاقتكم جميلة بس تأثرت بطاقة العين والحسد، وللبعض منكم وللقلة القليلة بسحر تفريق صراحة. في تخاطر بينكم روحي رهيب، والشخص هذا نويكي حلال ونويكي زوجة ونويكي كل شيء، لكن الوضع كان لا يسمح. إن شاء الله بإذن الله على الفترة الجاية الشخص هذا راح يتقدم ويتواصل معك. في تخاطر رهيب جدا، في أتراكشن أصلا، تحسي إنه هذا الشخص يعني حتى لو دخلتي في علاقات أخرى، بس أنت تشوفين إنه هذا الشخص هو اللي تحبينه، هو الشخص اللي داخل مخك، هو توأمك، هو مهما صار اختلافات بينكم اجتماعية أو مادية، قاعدة تحسي إنه هو هذا الشخص اللي طول حياتك حلمتي فيه. أوكي، سيباراسيون، موجود عندي انفصال، طاقة الانفصال موجودة، لكن انفصال إن شاء الله لن يطول، بالعكس عندكم الرجعة بإذن الله. بيحاول إنه يكلم أهلك، ولكن حاولوا إنكم تكونوا متفهمين شوي، لأنه معلش أنتم شوية كل واحد متشبث برأيه، كل واحد متشبث بعنده، والعند وطاقة العند هذه تكهرب الجو وتمدد في طول انفصال العلاقة، وهذا شيء مو بصالحكم. لكن على العموم بتنتهي القراءة بكرت الزواج. اوكي، الشخص هذا ما يفكر في ولا شيء ثاني، حتى لو صار شغف جسدي او يشتاق لك او يبغى يتواصل معك، يبغى حتى يصير بينكم علاقه جنسيه كامله، لكن المشكله بالحلال، الشخص هذا ناوي الحلال، ما هو ناوي يلعب، هو صادق وصريح، ولكن ظروف كانت لم تسمح له انه يتواصل معك، او انه كان يخاف مثلا، يقول انه يمكن انا ظروفي مش راح تسمح، ليش اعشمها معي واخليها تستناني، اذا فيها الخير خليها تتوكل تشوف غيري. هذا نوع من الجبن في الرجال. أوكي، هو يعتبر إنسان جبان،
لكن انت قويه لانك صبرتي ومن الضعف صنعتي قوه وطورتي من نفسك وحبيتي نفسك، لكن قلبك وشكر القلب كانت مغلقه على هذا الشخص فقط. يعني انت قلبك مفتوح فقط على هذا الشخص وعلى غيره يتقفل. اوكي طيب، ان شاء الله باذن الله نسمع عليكم كل الاخبار الطيبه يا بنات. وطبعا خلصنا القراءه رقم واحد، خلونا نروح للقراءه رقم اثنين. قبل ما نروح لا تنسوا انكم تشتركون في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، وخلينا ناخذ القراءه رقم اثنين. اهلا وسهلا باصحاب القراءه رقم اثنين. طبعا لا تنسوا انكم تشتركون في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. خلينا نشوف الطاقه اللي يعني طاقه الشريك حاليا وماذا يفكر وماذا يقول عنك. اوكي او طيب، علاقه فيها علاقه كارما، علاقه كارميه. يمكن انك ظلمتي شخص والشخص هذا اللي انت معه حاليا قاعد يظلمك. اوكي، او يمكن هو ظلم وحده والحين انت قاعده تظلميه، في ظلم بالعلاقه. علاقتكم فيها شويه كذا كارما صراحه، وقعت على علاقتكم الكارما. صاحبه هذه القراءه اشوفك ما عندك حظوظ في الحب. يعني كل ما تقولي انه انا مثلا اموري بتتحسن، انا بلاقي شريك حياه مناسب، انا ظروفي بتتحسن، الا واشوف انه الامور ما هي كويسه. اوكي، دائما يعني تقعين في الأشخاص الغير جادة، تقعين دائما في نفس الأشخاص، الناس الكذابة، الناس العنيدة، الناس الغامضة. يعني عندك مشكلة، أنت تجذبين فقط الناس التوكسيك اللي تعبونك ويستنفذون طاقتك ويمرضوك، هذه مشكلتك. يعني ما أعرف أنت إيش سويتي في ماضيك أو إيش قاعد يصير معاكي، لكن أشوف إنه دخولك في العلاقات غير ناجح وغير مربح، بالعكس يخسرك وقتك وعاطفتك وقلبك ومشاعرك وكلها على الفاضي تروح. تمام؟ عندك عادة سيئة أو تصرفات سيئة في طبعك، حاولي إنك تشيليها. يا إما إنك معطاءة جدا في الحب، يا إما إنك كتاب مفتوح تعطي سرك وأسرارك، يا إما إنك فاضحة دايما نفسك في مشاعرك وفي أمورك، فبالتالي الرجل يشربك شرب، يعرفك أنت إيش تفكرين وإيش ما تفكرين، فتقعين في معلش أي شيء بتسوينه تركي محفوظة عنده، يعني حافظك شاربك. فهمتي؟ عندك تصرفات حاولي إنك تشيليها من طبعك. كوني كتومة، كوني إنسانة معلش خليكي ضبابية شوي قدامهم. لا تعطين في الحب كثير، إذا أعطيتي في الحب انذليتي. أوكي؟ انت تحسبين انه هو يعني مثلا بيحبك اكثر؟ لا والله العظيم انه بيكرهك، بيكرهك ويشوفك شيء يعني مستهلك. فهمتي؟ او شيء يعني خلاص. فهمتي؟ الرجل يبغى المرأة اللي يسعى لها ويركض وراها وتتعبه وتشرشحه وتخليه زي كذا زي تحت رجولها. فهمتي ولا لا؟ هي ما هي كذا العلاقات، من المفروض يكون فيها احترام. بس معلش في رجال ما تحب الاحترام، زي ما في نسوان ما تحب الاحترام صراحة. اوكي، كذلك عندك مشكلة انك لما تدخلي في علاقة عاطفية من كثر ما انك ترمي نفسك وترمي قلبك ومشاعرك ما تدرسين الشخص نفسه، فتدخلي تخبصي كذا في الطينة وتخبصي في الوحل وتخلطي الحابل بالنابل وما تعرفي شخصيته ولا تعرفي اصله وفصله. خلاص عجبك يلا نتوكل، ما هي كذا الحياة يا بنت. حاولي انك تثقلي شوية، الثقل حلو. اوكي، هنا عندك مشكلة انك ما تدرسين علاقاتك، علاقاتك غير مدروسة، علاقاتك عشوائية وبسرعة. يعني ما اعرف، يمكن ما انك ناقصة اهتمام او ناقصة مش ما تحبي نفسك، فكل اللي يقول لك كلام حلو تطيحي عليه. هذا غلط، هذا غلط، انتبهوا. انت الشخص اللي بتفكرين فيه الان هو صراحة ما يناسبك، ما اعرف بس انا اشوف انه ما يناسبك. إذا أنت تبين استقرار وحب ودلع والأشياء هذه، وإنسان يعني كريم، له كريم ولا زبالة، هذا إنسان بخيل، هذا إنسان يعني خبيث، وأنت رميتي نفسك. معلش أنا قاعد أشوف أنه غاويكي بالحب وبالكلام المعسول، ولكن عنده عادات سيئة، يمكن يخونك أو يلعب عليكي أو انتبهي. هذه ترى إشارة من الله أنك تنتبهي وما تضيعي وقتك. يا ما ناس قريت لهم وكذا وطلعوا اللي يحبونهم على مراد الله، وفي ناس ما تصدقني تقول لي مستحيل يحبني، وبعدين الاقيه مسجل الرسائل ومسيف صورها وفاضحها.
فأنا لما أقول لكم شيء ما في مني ربح إلا أني أنصحكم. أوكي، قدري قيمة نفسك، تراكي زي الكريستال، تراكي زي الكريستال يعني بالفرنسية، كريستال يعني بالإنجليزي، يعني أنت ما أعرف، ألماس، أنت جوهرة، أنت شيء ثمين. قدري نفسك واعطي قيمة نفسك. نقول كأن القراءة رسالة لك أكثر منها أنك تعرفي عن شريك حياتك، كأنها رسالة لك أنك تصحصح شوي على وضعك، وأنك تراجع حساباتك وتراجع علاقاتك المشؤومة. طيب، محتاجة تنظيف طاقي صراحة. عندكم شوي مكهربين من وضع تنظيفات الطاقة، عندكم عين، عندكم حسد، عندكم تعطيل أمور، عندكم وقف الحال، كل ما أساس أنك بترتبطي بشخص يجيك المنكوب وأخوه. ما شفت واحد حلو، ما شفت أنا واحد حلو جاكي إلا المنكوب وأخوه، سوء الاختيار مع تعطيل وقف الحال. أوكي، محتاجة ميديتيشن، محتاجة تنظيف طاقي، محتاجة تسير أمور، محتاجة فتح قسم التنصيب على إنسان يخاف الله. شو فيكم بس تجلبون لي الناس المريضة؟ الشخص هذا المشكلة أنه ضامن وجودك، وعارف أنه من دونك يعني أنت تتعبي، من دونه تتعبي. هو عنده إيجو عالية، منحرف نرجسي. أنتم تستقطبون المنحرف النرجسي وأخوه. الله أكبر، إيش بقول لكم؟ أقول لك شيء، يمكن أنك عانيتي من فقدان أحد الوالدين لا سمح الله، أو أنك عانيتي من ما في حب في العائلة، فصرتي كل اللي يقول لك كلام حلو تحبيه، أو من كثر الفراغ اللي أنت عايشة فيه صرتي أي أحد يتقرب لك ترمي نفسك عليه، حتى بالحب ترمي نفسك عليه بالحب، مش بالضرورة أنك تعطي نفسك. فهمتي شو أقصد؟ يعني حتى بالحب، كثرة العطاء والمحبة والاهتمام أذوكي، ما في توازن بالعلاقات. محتاجة انك لو تحبين انه هذا الشخص يركض وراكي زي الذليل الكلب، نصيحة لوجه الله، تعطين قيمة لنفسك وتقدر الجوهر اللي انت فيها. انت انسانة جوهرة محترمة وكل شيء، لا تخلي احد يقلل من قيمتك، لانه النرجسيين اللي في حياتك لما يقللوا من قيمتك يحسوا انه هم شيء كبير وانت ولا شيء، فبالتالي تحسي نفسك مستهلكة، والاستهلاك هذا يجيب لك الضعف، والضعف يجيب لك المذلة يا عيني. اوكي، ترانسفورماسيون انرجيتيك، محتاجه الى تنظيف طاقي، الى تغيير طاقي. محتاجه انك تسمعي نفسك، تتكلمي مع نفسك. حلوه الوحده، حلو القرار اللي خذيتي. اذا انتم منفصلين الان او هو ابتعد عنك، حلو انك تسمعي الكلام هذا عشان تاخذي قرار انك تحطيه تحت رجولك. يلا مع السلامه. محتاجه، انا عجبتني المجموعه الاولى اكثر منكم. المجموعه الثانيه اشوف صراحه تامه، المجموعه الثانيه فيكم يعني تهاون على النفس، نفسكم محتاجة انكم تشغلوها، تنظفوا طاقتكم، محتاجة انكم تحبوا نفسكم، محتاجين يعني اذا ما حبيتوا نفسكم مين تحبون؟ هذا الغبي المريض النرجس العنيد. الطاقة المشتركة بينكم بقى فقط يفكر في الامور الجنسية العاطفية، يعرف انك محبطة، وعارف انك راجعتي له، وعارف انك مش ما تقدري تاخذين قرار. شكر القلب، عارف انك تحبيه، وانه يعني قلبك متقفل على هذا الشخص فقط. لو تزعزعي ثقتها بنفسه، لو تخلي هذا الشخص متكهرب ما يعرف انت ايش نواياك وايش بتسوين، ترى هذه اكبر رسالة حلوة انك لازم تغيرين القرار بعد هذه القراءة. خلينا نشوف الطاقة المشتركة حاليا، يفكر في الامور الجنسية والحميمية، ويفكر انه يرجع لك لانه يعرف انك تحبيه، وانك الانسان اللي ضحيتي وتنازلتي علشان هذه العلاقة. هل في بينهم زواج؟ هي علاقة توكسيك، بس خلينا نشوف هل في بينهم زواج او لا. لا، في عندكم اختلافات كثيرة. انت تحبين حب بدون شروط، تحبين حب كبير جدا وحب بدون شروط، عندك نيو لوف، عندك حب حقيقي جايك، عندك عوض رب العالمين، ليس هذا الشخص هو الشخص المناسب لك. عندك شخص مناسب جدا تحبيه ويصونك ويحترمك، فهمتي ولا لا؟ عندك حب احسن من هذا الشخص، على فكرة رح يكلمك ورح يعتذر لك ورح تحفر جوله عشان يرجع يتواصل معك. لكن لو صريتي وقعدتي صاملة على هذه الأمور وهذا القرار وقويتي قلبك، صدقيني إنه بيرجع لك زي الكلب، لأنه منافق وكذاب، مخادع ويلبس قناع. أوكي، أنت أصلا ماشية على نفسك، ماشية وتاركتي وشايفة حياتك مع غيره، ما قاعد أشوف إنه هو الشخص الملائم لك. تمام،
اوكي لنا علاقة كارمية، غولاسيون كارميك، وهذا الشيء بيزعلك على نفسك صح؟ والعلاقة محتاجة ثقة، والثقة غير موجودة، وعدم الإحساس بالأمان في هذه العلاقة. فنصيحة لك، لا تزعلي على هذه القراءة، بالعكس افرحي لأنك سمعتيها في الوقت المناسب. اسمعي هذه القراءة وافرحي لأنها جات في وقت المناسب اللي تصحيكي فيه على وضعك، اللي ما تضيع لك فرصك، ما تضيع لك فرص. أنا عندي بنات جوني متأخرات، الآن وصلت للأربعين، وتلاقي نفسها 7 و8 و10 سنين وهي منتظرته، ولكن هو في الأخير ما يحبها. أوكي؟ في رجال أحيانا حتى بعض النساء كذلك يستلذون بمشاعر الآخرين، يتغذون منكم، يتغذون من ألامكم، ويحسوا بنوع من الغرور والأنفة والنرجسية. أوكي؟ لما أنت تركضين وراه وتحبيه يعني إيش بقول لك، النرجسية عندها تصير يعني عالية، ترتفع، يعني من ثقتك بنفسك، يستلذذ من ثقتك هذه بنفسك، يسحبها منك ويستلذذ بضعفك. فياريتوا تصحصحون على الوضع، لأنه أنتم ما مو مستحقين هذا الشخص المريض. أنتم مستحقين تشوفوا حياتكم يا بنات، تمام؟ الله يكتب لكم الخير والسعادة. حتى لو للبعض منكم القراءة مش راح تعجبكم، ولكنها أنا ماني من النوع، حتى لو تجي وتدفعي لي قراءة أنا ماني من النوع اللي أجي أكذب عليكي، والله يحبك، والله يموت فيكي، والله لا لا حبيبتي، لا 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 لا، يحبك يموت فيكي، هذا لما يكون فعلا صادق معك. لكن لما يكون يلعب، أنا ما أقدر أقول لك غير انتبهي على نفسك وراجعي أمورك وشوفي إيش ناقصك وإيش ما ناقصك. وترى الحياة ما توقف على أحد، يعني هم 7 مليارات شخص في العالم، وقفت حياتك على هذا الزفت الزبالة، خلاص توكلي على الله، شوفي حياتك، اعرفي قيمة نفسك، وعسى ربي يفرج همك ويسر أمرك ويعطيك كل ما تتمنين. خلصنا القراءة رقم 2 يا بنات. لا تنسون أنكم تشتركون في القناة حتى لو ما عجبتك القراءة، لكن راح ترجعين تقولي لي شكرا يا أم مسك على هذا الإشارة أو هذا الفلاش اللي أنا أرسلت لك إياه عشان تصحين على وضعك. خلصنا القراءة وشكرا لكم، وإلى اللقاء في قراءة أخرى إن شاء الله.